على كل مشاهدي النهار وان والنهار اليوم، بداية يوم جديد كده بنبتدي مع بعض على شاشة النهار. صباح الفل على كل الناس اللي تتفرج علينا دلوقتي. يعني بنبتدي دايما اليوم كده بإيجابية، والتليفونات بتاعتكم المهمة جدا اللي بتبقى موجودة معانا في الحلقة، هاشتاج نهار جديد، الفان بيج بتاعتنا نهار جديد موجودة على فيسبوك بالعربي وبالفرنك عرب، كمان الفان بيج الخاصة بالنهار اللي عليها اكتر من 8 مليون تقدر تدخل عليها كده وتبعت لنا على طول في اي مواضيع احنا بنتكلم فيها. بيبعت لنا كل يوم كده مواضيع مختلفة عشان ندردش مع بعض ونصحصح ونفوق. صباح الفل، يكون معاكم خالد عليش، والنهارده كمان هيكون معايا داليا اشرف. صباح الفل. صباح الخير يا خالد، يا صباح النور، يا صباحكم دايما نهار جديد، يا صباح التفاؤل، يا صباح دايما كده دايما يبقى في حب ومودة ومحبة ما بيننا، يا رب كده دايما يعني ترسم على وشوشنا ووجوهنا يعني كلنا الضحكة والابتسامة، ويبعد عن وشنا دايما الحزن والتكشيرة. دايما كده بنصبح معاكم كل يوم من 8 ل 11 علشان نبقى مع بعض كده حماس وعمل وكل حاجة حلوة، ونضحك ونهزر وكل حاجة انتوا عايزين نتناقش فيها من موضوعات. صباح الفل عليكم، وصباحكم دايما نهار جديد. دايما بنتكلم على طبيعة العلاقات ما بين الراجل والست، دي حاجة شغلة الناس من زمان قوي، يعني من ايام الفراعنة، وهي علاقة الراجل ادم وحواء. يعني دايما بقى مش عارف الخناقة النكد، والست بتنكد على الراجل، والراجل مش عارف ماله متضايق من ايه، طلبات البيت، وانزل جيب الزباله، وانزل ودي الزباله، والحاجات دي كلها. في دراسه في اسبانيا، بصي بقى بتقول لك ايه، هقولها لك كده عشان ايه، بس عشان ما اغلطش فيها. قال لك وجود الراجل مع ست جميله لوحدهم لمده 5 دقائق بيعمل افراز لهرمون معين عند الراجل، بتزيد معاه احتمالات اصابه الراجل بامراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم. الست الجميله، الست الجميله. وده معناه بقى عملوه بقى زي الدراسه دي، طبقوها على ناس، حلو، طبقوها على مجموعه من الازواج. فلقوا ان الستات اللي هي بتتمتع بقدر من الجمال، هم صنفوه من 11 لحد 20، لقوا ان الرجاله عمرهم بيكون اقصر، بيموتوا بدري. ولقوا ان الستات اللي درجه الجمال بتاعها اقل من 11 على حسب التصنيف بتاعهم بيكون عمر الرجاله اطول. طبعا يعني قبل اي حاجه الامر بايد ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني دي دراسات بتبقى مبنيه على احتمالات، فممكن تكون صح ممكن تكون غلط 100%. انت ايه رايك بقى؟ مش عارف، الست الجميله بتاثر عمر الراجل. يعني جميله وكل حاجه وانت بتتبسط، الله ايه ده، دي جميله قوي، دي بتاثر عمرك، بتخلص بدري بدري. ما هو قصه الجمال بقى، الجمال ايه؟ ما هو اصل الجمال اللي يعني انت الجمال عندك غير الجمال عند فلان، غير الجمال عند حد تاني. يعني كل واحد بالنسبه له الجمال نسبي. يعني في واحد مثلا ممكن يحب البنوته السمراء، في واحد ممكن يحب البنوته البيضة الشقراء، في حد تاني يبقى بالنسبه له جمال الروح هو اللي بيطفي. يعني ممكن تلاقي واحده جميله جدا بس ما تطقش تقعد معاها 5 دقائق، وفي واحده دمها خفيف وروحها حلوه وبتاع، وممكن تكون يعني جمال الشكل اللي هو بتاع ربنا طبعاً متوسط يطفي عليها جمال الروح أكبر. وهي نسب، في حد طبعاً زي الاثنين طبعاً، انت عارف طبعاً. أكيد انت عارف ضمه من كل حاجة. لا، في طبعاً الجملة الشهيرة بتاعت الحلاوة حلاوة الروح. دي ماشي، والمستمر نص الجمال ماشي ماشي، ده كلام جميل وبنصبر فيه نفسنا وكلام حلو، بتبقى الست جميلة وكل حاجة. وعلى فكرة كل الستات جميلة، يعني كل الستات فيها حاجة حلوة من وجهة نظر راجل فاللي هو هيتجوزها في يوم من الايام ان شاء الله، حتى لو هي ما بتتمتعش بقدر من الجمال اللي هو الجمال اللي بيسموه بالانجليزي ستيريوتايب، يعني اللي هو الشكل التقليدي للجمال. وفي بنات هي جميله، ما نقدرش نختلف، هي حلوه. ايوه، بس انت ممكن النهارده مثلا تحب البنت تقول لي تبقى واحده جميله جدا، وتقول لي اصلها رفيعه، ماشي. في حد يقول لك لا اصلها مليانه، لا كل واحد على حسب. انا ذوقي ما يتفقش، يعني انا مثلا ما بحبش البنت رفيعه مثلا، بس ما اقدرش اقول ان هي مش جميله مثلا، لان في يعني مش عايز اقول لك امثله يعني، بس في بنات ما شاء الله. ليه تقول امثله يا خالد؟ هي كده، لا جميله، بتبص لبره، حاجه جميله، بتبص لبره، ابص لجوه. دور حواليك في الاستوديو، دور حواليك كده في الاستوديو، يمكن تلاقي، يمكن. فشاركونا كده بتليفوناتكم، شاركونا كمان على هاشتاج نهار جديد، وقولوا لنا رايكم ايه في الدراسه اللي بتقول كده. هل انت شايف ان الدراسه دي دراسه مبنيه على احتمالات صحيحه، حتى من دايرة الناس اللي حواليك، الناس اللي انت تعرفهم؟ هل قابلت المشكلة دي مع حد انت تعرفه؟ ومش لازم يعني لا قدر الله، لا قدر الله الوفاة يعني، بس ممكن يكون الست الجميلة مشاكلها كتير من وجهة نظر الدراسة. هقول لك ليه بقى ممكن.
تعالى نحلل، ممكن يكون الست الجميله الراجل مثلا زي ما بيقولوا كده حاطط عينه في وسط راسه، ان حد ممكن مثلا يعاكسها يبص لها، ان الست الجميله الغيره مثلا لما بتزيد عنده فدمه بيفور، فممكن يجي له السكر والقلب، يعني ممكن تكون ده تحليل انا اعتقد يعني. فممكن يكون الست الجميله بالمعنى اللي انت بتقول عليه اللي هو ستاندرد، اللي هو لا يختلف عليه اثنين، مع ان انا اختلف مع هذه النظريه لان كل حد ليه ذوقه في الجمال، ولكن هنقول ان في ناس لا يختلف عليها اثنين، مثلا زي نجمات السينما اللي احنا طبعا زي مثلا يعني الجميله فاتن حمامه وزبيده ثروت طبعا وسعاد حسني وهند رستم ومريم فخر الدين، دول ما حدش يعني هند رستم مثلا هيقدر عليها حد يقول مثلا دي وحشه؟ لا طبعا لا، اصل هي يعني ما بتتمتعش بقدر كبير من لا الجمال. لا دي لا، اما انا بقول لك فيها يعني مارلين مونرو الجمال انت عارف ان في يعني امبارح قريت خبر حد طبعا جميله طبعا جميله ماشي بقى. يعني في حاجات نماذج ماشي، يبقى هو بقى لو احنا هنتفق على الاتفاق اللي انت بتقول عليه ده اللي هو اللي هو الحاجات اللي هيختلف عليها اتنين يبقى خلاص، يبقى هو بس عشان خاطر مثلا الراجل الست الجميله بيبقى قاعد مثلا في شغله عارف انها في شغلها فغيران، خاصه لو راجل مثلا دمه حامي شويه اللي هو يعني بيغير بزياده، ملاش علاقه طبعا بعدم ثقه ما بينهم، هو يعني هو ليه علاقه بس ان هو بيغير عليها بزياده، فممكن الغيره اللي بزياده تعمل مشاكل اكتر فبتفور دمه فتحرق دمه، فممكن يؤدي لاسباب طلاق مثلا. يعني في دراسه برضو انا قريتها ان 14 سيده من 20 سيدة اتطلقوا بسبب موضوع ان هي جميلة بزيادة عن اللزوم. ممكن يكون كمثلا الست الجميلة ما بتهتمش مثلا غير بشكلها فقط، يعني فاضية من جوه يعني ما فيش عقل يتكلم معاه او فكر، ممكن تكون ما بتهتمش بشكلها لان هي معتمدة ان هي جميلة، فممكن يكون ده حاجة بتخلي الراجل ما يبقاش لا الست الجميلة دي. بتبقى عارفة انها جميلة فبتزود جمالها اكتر والله. بس انا شايف حاجة بقى ان الراجل المتجوز لو ما كبرش دماغه كده كده هيتعرض لامراض، يعني دايما الراجل بتلاقيه بيتعرض لنكد يومي غصب عنه وغصب عن الست، لان هي بتبقى متعرضه لضغوط كبيره جدا، فبتبقى يعني حتى ايه يقول لك ايه انا هقلب على الوش التاني، يعني الست كده عندها جمله، اي ست متجوزه تفهم الموضوع ده، عندها جمله كده تقول لك ايه هقلب لك على الوش التاني، هقلب لك على الوش التاني، دي هي بتبقى جاهزه لوش اخر هي مجهزاه، فعيني بتعكن على الراجل. فلو الراجل ما كبرش دماغه وفهم ان دي حركه من حركات الست اللي ممكن تكون مثلا بتتدلع عليه، عايزه توصل لحاجه هو مش عايز يعملها، هي نفسها تحس ان هو غيران عليها مثلا، نفسها تحس ان هو مهتم بيها يقول لها كلمه، فلو ما كبرش دماغه سكر يا معلم وضغط وهتموت بدري بقى الشر علينا كلنا يعني، بس بهدله. فانا حاسس ان تكبير الدماغ ده مهم في كل الحلوه بقى وحشه نص نص. ما هم بقى ايه بيصغروا مخهم الرجاله عند حاجات صغيره، بعض الرجاله معاكي وعارف ويتحس ان هم على الحاجات الكبيره يكبروا، تحس ان بقى ايه عارف اللي هو ايه حاجه اللي هو انت ليه لابسه النهارده جزمه حمراء مش لابساها خضراء، عارف اللي هو اصل الاحمر ملفت للنظر، اصل مش بالمناسبه انا لازم احيي النهارده خالد عليش على الجزمه الاورانج اللي هو لابسها النهارده بجد بجد، يعني حسيت ان في نور داخل كده في الاستوديو من هذه الجزمه. انا قلت اغير بقى بما اننا داخلين على ويك اند وكده، بجد والله يا خالد جزمه اورانج تحفه، كان نفسي اجيب شورت كمان بس يعني إيه؟ بس يعني الشكل العام بس بجد والله انا عايزاك تمشي على الترند ده، على اللاين ده اللي هو الاورانج الفحلقي اللي بيسموه فحلقي ساعات. انا عندي واحده فستقي جبتها برضه. طب الفستقي عايزاك تمشي مثلا على الالوان اللي هي اصفر الكراني الملون ده اللي هو عارف اميجو تركي مش عادي. طب انت عارفه من غير ما الهزار والله العظيم انت عارفه ان الالوان بتتحكم في الحاله المزاجيه للشخص؟ يعني انت لما تكوني لابسه حاجه الوانها زاهيه كده ومزهزهه كده وحاجه حلوه هتلاقي نفسك مبسوطه. ايوه صح دي صح والله العظيم. فانت دي صح. يعني حاول انت برضو تكون حريص في الواناتك ان انت كده تكون مزهزه. صحيح انا لابس قميص اسود بس من تحت معوضه بالجزمه الاورنج عامل جو. فابعتوا لنا على الهاشتاج نهار جديد لغايه دلوقتي لسه ما فيش غير احمد محمد بس هو اللي قال صباح الفل على اجمل برنامج بس، فانا عايزين ابعتوا لنا على هاشتاج نهار جديد وكمان الفان بيج قولوا لنا رايكم ايه في الدراسه اللي احنا قلناها، كمان على ارقام التليفون. عايز اقول شويه ارقام برضو الدراسه قالتها، قالت ان الستات اللي وصلت ل 14 من 20 كمعدل جمال بقوا ارامل بعد فتره قصيره، يعني بعد فتره قصيره بقوا ارامل من بدايه الحياه الزوجيه، وده رجعوه ان الازواج النساء الاقل جمالا والنسبه بتاعتهم كانت بحوالي 20-30% قدروا ان هم ربنا يكرمهم يعني ويكملوا في الحياه بشكل اكبر. العينه اللي اتعملت عليها دراسه كانت فيها 3500 راجل
اتجوزوا جميلات، وكان من اهم النتائج ان في 80% من الرجاله عانوا من جمال زوجته وتحملوا عبء نفسي كبير. يعني ان الست جميله هو كان متحمل عبء نفسي ممكن يكون للاسباب اللي داليا قالتها، ده خلاهم عرضه للاصابه بامراض زي السكر وارتفاع ضغط الدم. فانت ايه رايك في الكلام ده؟ بعت لنا كده، اتصل بينا، صحصح معانا، فوق معانا. بس في نظريه مش عارفه تتفق معايا ولا لا، فيها قصه اللي هو الراجل لما بيتجوز ملكه جمال بعد اسبوع اعتقد انه خلاص ما بقاش يشوفها، بيتعود على جمالها، بيتعود يعني على جمالها. بالعكس يعني يعني الست كذا حد الذكيه جمالها يكون متجدد، يعني كل يوم تبقى عندها جمال، مره شعر اصفر، مره احمر، مره اخضر، مره تضرب ضفيره في النص، مره تبقى مش عارف، يعني يبقى الشكل والحاجات دي بتبقى شكلها ظريف، لان الراجل بيبقى متعود على الشكل النمطي، لو اتعود على الشكل النمطي بيزهق بس ما بياخدش باله. يعني في مثلا ستات كتيره جدا اسمع يقول لك النهارده انا صبغه شعري وجوزي ما خدش بالي ماله مني، واقعد قدامه كده، انت مش ملاحظ حاجه غريبه؟ لا خالص. ما هو ده بقى من اكتر الحاجات اللي بتضايق الست. وعلى فكره برضه لازم الراجل يكون متجدد، مش لازم ان هو يضرب شعر اصفر وشعره اخضر، يعني لازم يكون متجدد، كرش يعمل متجدد لا لازم متجدد في شكله، في كلامه. يعني مثلا لو هما في بينهم كلمه لطيفه مثلا، بحبك، نهار جديد، ان هو يقول لها نهار جديد. أيوة. بدل صباح الخير يعني. نهار جديد. ماشي، بس ما يقولهاش نفس الكلمه كل يوم، يعني غير. هقول لك انا مثلا يقول لها مره نهار جديد، مره خالد عليش، مره داليا اشرف، انت يعني كده انت فاهم الابداع ده، فاهم؟ مبدع. انا والله سالنا الناس في الشارع، سالناهم السؤال اللي احنا سالناه دلوقتي، لو عرفت ان الدراسه دي دراسه حقيقيه، طبعا الاعمار بايد ربنا سبحانه وتعالى، بنكرر مره ثانيه، فشفنا ردهم هيكون عامل ازاي. مستنيين تليفوناتكم، مستنيين ردودكم على الفان بيج وعلى الهاشتاج. خلينا نشوف لما سالنا الناس قالوا ايه، يلا بينا. سمعت عن الاحصائيه اللي بتقول ان الرجاله المتجوزين من ستات جميلات عمرهم قصير؟ انا سمعت عنها، بس انا من وجهه نظري هي مش صحيحه يعني. دي غالبا حقيقه، لان الست الحلوه عامه بتعمل لك مشاكل كتير ونكديه، ويعني تعمل لك مشاكل، يعني ممكن وهي ماشيه تعاكس تعمل لك مشاكل. بالعكس، النظريه دي انا اول مره اسمع عنها بصراحه. يعني الست جميله دايما تبقى رقيقه، انسانه عندها مشاعر فياضه، عندها مشاعر عاليه. الاحصائيه بنسبه 80 85% مؤكده 100%. سمعت على الاحصائيه اللي بتقول ان اللي متجوز ست جميله بيبقى عمره قصير؟ هي طبعا ده مش مقياس، بس هو الست الجميله بتخلي جوزها دايما في حاله استنفار. يعني انت عايز تلاحظ دي، لو زوجه ماشيه مع زوجها بتبص تلاقي الزوج بيبص على ايه اللي بيبص عليها، مين بيبص عليها، يمين وشمال، تلاقي عينيه مثلا بتتحرك يمين وشمال. المراه لما تكون جميله طبعا بتاثر عمر جوزها من كتر النكد والمشاكل وطبعا والضغط العصبي، وكان طبعا اكيد يعني طبعا هو الراجل بقى هيبص هيروح فين وجاي منين ويدور وراها، طب حاجه جميله بقى. طبعا المتجوز واحده جميله تملي بيشك فيها، لو مشت في الشارع، لو ركبت مواصله بيكون عنده شكك، والعمار بيد الله. الست الجميله دي بتعمل دايما للحساس، لو زوجها او خطيبها حساس بتعمل له مشكله، ان على طول حد بيبص لها، على طول حد بيعكسها. الشخص اللي هو بيتجوز واحده جميله طبعا بيبقى قلقان عليها، ما بيقدرش ينضبط في شغله، بيبقى طبعا في شكوك باستمرار. فطبعا الجمال جمال الروح، عشق الروح ملوش اخر، لكن عشق الجسد فاني. اللي تلاقيها جميله جدا تلاقيها عمره قصير، لانه بيخاف عليها قوي وبيهتم بيها قوي وهي مش هنا، وربنا يهديهم. الحكمه بتقول المراه القبيحه مرض للمعده والمراه الجميله وجع للراس، يعني في كل الحالتين هي مشكله. يعني والله هي في كل الحالتين مشكله، يعني لا الخط الوحشه مستريح ولا الخط الحلوه مستريح. حاجة ابو نضاره سودا ده عالمي. قال لك لا اللي كده مستريح ولا اللي كده مستريح، جابها من الاخر، قال لك لا ده مستريح ولا ده مستريح، مالهاش علاقه بقى ان الست جميله او الست وحشه. بس انا متضايق من راي الناس في حاجه، ما ينفعش ان انا اربط الجمال بالشك في السلوك، او ان انا ابقى خايف عليها وعلى طول اللي عمال بكلمها في التليفون. لا، انا ممكن ابقى ماشي جنبها عينيا في وسط راسي، لان انا مش عايز حد يبص لها. ده ملهاش علاقة بقى يعني حلوة وحشة، الناس كده كده المش كويسين يعني، او اللي عندهم اخلاق ممكن تكون قليلة شوية، فهتلاقيه كده كده بيبص، مش فارقة معاه بقى حلوة بشعرها محجبة ايا كان، هتلاقيه بيبص. وهتلاقي الناس للأسف عندهم طريقة كده، بعض الناس يعني،
فده ابقى عينيا في وسط راسي، انا راجل حمش ما اسمحش ان حد يبص حتى بصيره طرف توبك يا حسنات. لكن انا بقى كل شويه بقى اكلمها في التليفون والكلام ده واشك في سلوكها علشان هي حلوه، لا المفروض ان انا يكون ما هو بص قصه الشك دي، الراجل الشكاك شكاك بغض النظر هو مع مين ولكن هو دايما تلاقي الجمله اللي الراجل يقولها يقول لك اصل انا مش بشك فيك انت، انا مش واثق في اللي حواليكي، يعني دايما يقول لك انا مش قصه ثقه فيك انت، لا انا عدم ثقتي في اللي حواليكي، فدايما هي دي الجمله البديله، بس هي سواء عدم ثقه فيها او عدم ثقه في اللي حواليها هو كده كده خلاص هيعرفها. لا بس هو لو واثق فيها يبقى واثق هي هترد ازاي على اللي حواليها، يعني حتى لو اللي حواليها ما هو بقى مش خايف من ردها قد ما خايف في النظر اصلا، يعني زي مثلا كده يحيى الفخراني في الليل واخره كان يقول نرمين الفي طرف توبك يا حسنات ما يبانش خالص الخلق. انا قلت لك من الاول ايوه طرف توبك. طيب ناخد هند من الجيزه. هند ازيك يا هند؟ هند صباح الخير. صباح النور. لو يعني بس ينفع توطي صوت التلفزيون او تطفي صوت التلفزيون خالص؟ توطيته لان بيبقى صعب قوي. اتفضلي. صباح الخير عليكم. صباح الفل. جميل جدا يا خالد. الله يخليك. انت بتتكلمي عن الست الجميله، انا من رايي ان الجمال مش جمال الروح ولا جمال الشكل، جمال الطبع، يعني يبقى طبعها حلو. يعني ممكن جميله وطبعها مش حلو. ممكن تبقى جميله وبتقولوا ان هي بتاثر ضعف، ممكن تبقى تينيكا. ايوه ده اللي انا كنت عايز اقوله، ان الست الجميله او البنت الجميله خصوصا في مرحله المراهقه كده. انت متجوز مين؟ بتشوف نفسها شويه. ايوه انت بقى شايف انت متجوز مين؟ ده انا قمر بالظبط. لكن لا انا من رايي ان الجميله جميله الطبع، جميله الاخلاق. صحيح. يعني تبقى جميله من كله، مش بس مش لبس وزواق ووش جميل، لا ربنا الحمد لله خلقنا كلنا وشنا حلو وشنا جميل وفينا مميزات حلوه قوي. صح. بس الست انت ممكن بتلاقيها نادر قوي بالذات في الايام دي ان تبقى ايه طبعها حلو. صحيح. خلق ربنا دايما يبقى جميل، ولكن يعني الطباع بقى والاخلاق دي هو اللي بيكتسبها من الدنيا اللي هو بيعيش فيها، ولكن في الاساس ربنا طبعا عمره ما بيخلق حاجه وحشه طبعا. اكيد الحمد لله، يعني الحمد لله. صباح الفل عليك يا هنودة. صباح الفل. صباح الفل على هند. بس ده يخلينا نروح نتكلم في حاجه تانية، ان دي عدم ثقه في يعني الراجل مش واثق في نفسه. ان الراجل لو واثق في نفسه عارف ان يعني خلاص ما عندوش حاجه ولا ملهاش علاقه. الراجل الشكاك هو دايما بيكون عنده قله ثقه في نفسه. ملوش علاقه بقى بالراجل بالست الحلوه او الست الوحشه، هو شكاك، هو عنده شك ان ممكن تكون مراته بتكلم حد تاني او هي بصت له مش عارف عامله ازاي ليه؟ او انت ما مش عارفه ايه بتتكلمي معاه كده ليه، او كل الكلام ده بيجي تحت ان الراجل ما عندوش ثقه في نفسه، عشان هو ممكن تكون تعددت علاقاته كتير جدا. لان هو لف جامد. فهو دايما فاكر ان الناس بتتعامل مع مراته بنفس طريقه هو معاملته قبل كده مع الستات. يعني مثلا لو هو بص لست قبل كده وقال لها متشكرين قوي، حاسس ان الدنيا داين تدان. فمش بالظبط، بس هو حس ان لمجرد ان في شخص تاني قال لمراته متشكرين قوي ان هو بيبص لها بصه وحشه، ان هو هيبقى بنفس النيه السيئه اللي هو كان فيها. بالظبط كده. ودي دعوه لكل راجل ان يعني حافظ على نيته. حافظ على بلاش، لان انت في عشان الدنيا داين تدان. بالظبط. زي على فكره الاب لما بيجي يربي ولاده اما بيكبروا بيوصلوا لسن المراهقه والحاجات اللي هم كانوا بيعملها هو وهو صغير بيشك دايما في ولاده الصغيرين ان هم بيعملوا نفس الحاجه. بس الجيل بيختلف، يعني اعتقد ان زمان يعني حركاتهم غير حركات دلوقتي، طريقه تطورت. بس يعني مثلا يعني الحركه بتاعت مثلا الاطفال او المراهقين، يعني بلاش نقول اطفال، مراهقين ثانويه عامه وبتاع، لما يبتدي يفكر يشرب سجاير، فلو الاب شرب سجاير من هو صغير ودخل الحمام بقى وبيشرب سجاير وبتاع والحركه اللي كانوا بيعملوها، فهيبتدي يشك لو ابنه مثلا اتاخر في الحمام شويه، هيقول لك ده بيعمل زي ما انا كنت بعمل زمان في بابايا مش عارف ايه، فيبتدي يشك. يكون عنده مراحل الشك اكبر. لكن لو هو ما عداش على المرحله دي في حياته، يعني ما عداش على مرحله ان هو بيشرب سجاير في الحمام، مش هيفكر يعني عمر ما لو ابنه اتاخر ولا راح ولا جه عمره ما هيشك. يا ولد انت بتعمل ايه يا ولد؟ شايل الدخان بتاع السجاير من الحمام. رضوى بتقول لي في حكمه بتقول يغار الرجل لانه يعلم خبث الرجال. صح. لانه هو عارف ان الراجل هو ده الفكره، انا عارف دول بيفكروا في ايه، الذئاب البشريه دول بيفكروا في ايه، فانا ببقى عشان كده مقلق من نوع من الناس بتبص ازاي. بس انا نفسي بجد بجد بقى والله كل واحد راعي ربنا.
واتقى ربنا واعتبر ان البنت اللي قدامه دي يعني اخته ولا هتبقى مراته او مثلا بنته او محدش هيفكر في حد تاني او هيشوفه، لانه هيبقى حاسس طول الوقت ان ربنا هيردها له بنته يعني او مراته او اخته. زمايل، اصدقاء، جيران، كل دول في الاخر انت ما تفكرش ان انت تبص، لان البصه دي صدقني ساعات بتجرح البنت جرح وهتترد اقوى بكتير جدا غير ان هي هتترد. طبعا لا طبعا هتترد. ماشي، نشوف كده الناس كاتبه ايه. في على تويتر بدات بقى ايه تتكتب جامد حاجات كتيره حلوه. كيمو بيقول مساء الفل، الام هي كل حاجه في الدنيا، لو عايز تحب وتعشق اعشق مامتك الله يرحمها. طب وفي حاجه تانية برضو خالد، برضو ممكن يخلي الراجل يغير وكده، زي قصه عمو عزيز اللي هي ماجده، لما هو بقى راجل كبير اتجوز بنوته صغيره وهي نفسها تعيش، فكان طبعا بقى ايه اللي هو اي حاجه كان قارفها طول الفيلم عمو عزيز. فدي برضو من الحاجات اللي هو مش قصه بقى انها جميله فقط، ولكن كمان عشان فرق السن وعدم الثقه في نفسه وكده يعني. ويحيى شهيد طبعا لما دخل بالحصان في الفيلم الدنيا طبعا في المزرعه باظت خالص، وساعتها نحكي بقى قصه الفيلم، نحكي قصه الفيلم نفهم لما يحيى شهيد دخل في المزرعه لما هو ايه بقى استنى طيب. ام حسن ده كان محسن كل حبايبي اخبارك ايه؟ صباح العسل عليكي، ازيكم؟ ازيك يا خير؟ الحمد لله بخير. صباح الفل عليكي. انا طبعا جده يعني حبيبه قلبي، ربنا يديك الصحه، بحبكم قوي 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 وبحب اصبح بيكم يا حبايبي. الله يخليك. وانت يا داليا اجمل واحده شفتها والله، حبيبه قلبي ربنا يخليكي. ربنا يخليك الحلوه يا داليا حبيبتي، ربنا يخليكي. بصي يا داليا، انا ليا رايي في الحكايه دي. اتفضلي. عارفة أنا بشوف مثلا تبقى الواحدة جميلة جدا بس مش حاسة إنها جميلة ومتواضعة جدا. وواحدة مثلا مش حلوة وتديك إحساس إنها مثلا فوق الجميع. الغرور. فإيه رأي حضرتك يعني هو مش بالجمال يعني بالشخصية زي ما خالد بيقول. انت في حواليكي حد طيب يا ام حسن حاسه مثلا ان هي بتتمتع بقدر يعني من مثلاً الجمال؟ يعني مثلا بنت جميله جدا وهي مش حاسه وماشيه متواضعه وكويسه، وغيرها مثلا تبقى ما انا شايفاها مش حلوه وتتعالى على الناس في كلامها وطريقتها وكده. صح كده؟ صح. ايوه اللي هو ايه تلاقي بقى بنات بينها وبين بعض هي شايفه نفسها على ايه يعني؟ تتعالى على ايه؟ انا شعري طويل، انا شعري مش عارفه، دفرتك اطول من دفرتي وكده كده. حاجات كده عارفاها. انا فاكره الايام ده نفسه بالظبط. المديره الوحشه، انا عندي حفيد بتعاني من الحاجات دي. مالها حفيدتك؟ بتعاني مع البنات في المدرسه يعني. خليها تكبر دماغها، هو الحل. تكبر دماغها وتتعامل مع الاخرين ان هم ما بيقولوش حاجه يعني. ولا كانهم موجودين، هي عارفه نفسها وعارفه شخصيتها. لا بس والله الجميله ما بتحسش انها جميله، هي بتبقى متواضعه، ربنا ما حسش فيها التواضع يعني. صح. تبقى واثقه من نفسها، مبقاش عندها عقده نقص، وبقى واثقه من نفسها ماشيه عادي وكويسه. هي الواحده اللي بتخلي الناس تبص عليها، هي دي اللي ما تبقاش حلوه يعني، تعمل حاجات ملفته في الشارع، تمشي بطريقه معينه. واحنا اتفقنا ان الجمال كمان مش جمال شكل، احنا قلنا جمال الروح وجمال يعني الطباع، جمال يعني الاخلاق. جمال الروح ده احلى حاجه والله يا داليا. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، ربنا يشوف. بحبك والله. ما كده داليا ما تتجوزش بقى كده. ايه انت بتقولها في وشي ليه يا خالد؟ ايه جميله بقى هتقصري عمر اللي هتتجوزيه ليه؟ الله اكبر، ايه ده في ايه؟ شكرا يا ام حسن. صباح الفل. مش قال لك الدراسه بتقول ان الست الجميله جوزها بيموت بدري؟ انت بتقولها لي في وشي ليه؟ ليه عايزه تموتي الراجل بدري؟ انت بتقولها لي في وشي؟ شوفوا قالوا لي الجميله عايزه ترمل بدري؟ يا بعد الشر، بعد الشر. طيب. عليه واللي انت يصلي ناخد هاجر. هاجر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا هاجر. صباح الخير. صباح النور. انا بس كنت عندي وجهه نظر ثانيه بصراحه. قول. ان ممكن يكون البنت او الست مش حلوه عاديه، لكن الراجل بيبقى برضه غيور عليها جدا، وده بيبقى حاجه ثقته في نفسه. صح، ده اللي احنا قلناه من شويه. مظبوط جدا. 100% بالعكس، بيقعد بقى يكبت فيها. ايه؟ بيقعد يكبت فيها بالظبط كده. ممكن ما تخرجيش، ما تتصليش، ما تعمليش، ما تروحيش، ممكن ما حتى على عند والدتها حتى ما يخرجهاش. اللي انت نفسها ده عنده هو. وبعدين الست الوحشه برضو عندها مشكله تانية بالمره برضو، بما انك بتتكلمي، لو اعتبرنا ان هي يعني بتتمتع بقدر من المقاييس الاساسيه للجمال اقل، لان زي ما قلنا الجمال هو جمال الروح، عندها مشكله اكتر ان هي مثلا بتصرف ميك اب كتير، بتهدر يعني، فاهمه؟
بتهدر ورنيش كتير في الوش، يعني هتلاقي في فلوس. ما بالعكس بقى، الجميله ممكن تكون عارفه انها جمالها طبيعي فمش محتاجه ميك اب. ما انا قلت اهو الوحشه هي اللي بتهدر. بس انا عايزه اقول لك، امبارح قريت حاجه كده ان هم عملوا احصائيه عن مقاييس الجمال الاساسيه، وكان في عدد من النجمات طلعوا المركز الاول والمركز الثاني، وكانت مارلين مونرو من المركز الثاني حصلت على 99.7. ليه بقى؟ بيقول لك عاملين بقى حتى في الصور بالقياس كده بالسنتيمتر، ان مثلا الجبهه من هنا لهنا ده المقاييس يعني الجمال الرئيسيه، ان مثلا مقاس الجبهه من هنا لهنا كام سنتي، من هنا لهنا، ان مثلا الحواجب عامله ازاي، كانت دي المقاييس الرسميه اللي هم حطوها مقاييس، وقالوا مين النجمات اللي بتنطبق عليها هذه المقاييس. لا مارلين مونرو اهم حاجه في رقم 3 99.6. كان نفسي يحطوني انا رقم 4 حتى، يا ريت والله اتمنى. يعني قعدت اقيس بقى امبارح، جبت كده مازوره فاهم اللي هو ايه 55 سنتي من هنا والله، ومن هنا كده فاهم ما كانوش. طيب يعني ناخد ام احمد على التليفون. ازيك يا ام احمد؟ ام احمد انقذينا ام احمد من الكلام اللي بيتقال. يا ام احمد، ام احمد ازيك يا ام احمد؟ لا انا هتكلم في صفك ما تخافش. ايوه كده إيه؟ يلا بقى. ليه يا ام احمد كده؟ اتفضلي ام احمد. ايوه ما انا هقول واقع، حاجه واقع. طب قولي حضرتك واقع. لا طيب لا هتسمعني وانا بقول له. طب اتفضلي اتفضلي. ماشي شكرا. اتفضلي احنا سامعينك، بس احنا عايزينك توطي صوت التلفزيون او تطفي صوت التلفزيون. شوف انا عايزه اوطي، عايزه اسد ودي. طيب حاضر. ايوه اتفضلي. ام احمد انت جميله يا ام احمد. الله يخليك. ايوه أم أحمد. ايوه انت روحي يا ام احمد. اتفضلي قولي بقى. برضو ما فتح الصوت. طب سيبيها سيبيها. ها ام احمد. ام احمد. ام احمد. يا ام احمد. أنا شكرا يا ام احمد. بس انا كنت حاسه بيها. حاسه بيها؟ لا هي على فكره داخله تهزر اكيد مش اي. انا كنت حاسه بيها. انا كنت حاسه بيكي. طب يعني حاولي تكلمينا مره ثانيه. اه والنبي كلميني. نداء مره ثانيه لاي حد بيكلمنا في التليفون، وطي صوت التلفزيون. اول ما تعرف ان انت موجود معانا على الهواء وطي صوت التلفزيون، يعني او اطفي صوته تماما. هتسمع صوتك كويس جدا على التليفون، هتسمع صوتنا كويس جدا، وبعد ما تخلص عيش بقى اتفرج براحتك 100%. وكمان ممكن تتفرج بعديها بساعتين على بلس 2. كان في مشهد بس انا مش فاكر للاسف اسم الممثله. عارفه الممثله قول وانا اقول لك فيلم ايه؟ عربي ولا انجليش؟ لا عربي. اللي هو لما كانت بتقول لها يا اختي، اللي هي كانت واقفه بتقيط فستان، بتقول لها يا اختي انا عايزه شويه كشكشه من هنا وهندبه من هنا والصدر تقوره لي شويه والجنب تطلعوا لي فوق. ده فيلم ابيض واسود ولا الوان؟ انا خد بجمالي ليه؟ لا كان ابيض واسود. لو حد بزنات صدقي هي بتتكلم بالطريقه دي. بزنات صدقي لا كان. هنفتكرها. هفتكرها. هحاول اجيب لك صورتها حتى ممكن نعرف صورتها مع بعض. معانا هاجر على التليفون. ازيك يا هاجر؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على فكره الجمال ما بيتجزأش، الجمال جمال الروح. مظبوط. حتى في رجاله بتشوف نفسها ان هي جميله وبتبقى طالعه فيها، ومش الستات بس بتبص للستات وللنسات ان هي للجمال. برضو في رجاله بيبقى عندهم النقطه دي وعندهم نقطة الغرور. والجمال جمال الروح. لما تقعدي مع ست تحب تقعدي معاها تتكلمي معاها، صح، تفتحي قلبك تبقى مريحة. في جمال ما تقدريش تقعدي معاها. جميلة قوي، جمال الصارخ قوي، يقول لك وشها سمح. تبقى بشوشة بس مش لدرجة انها تبقى وحشة يعني. خير الامور الوسط. بس 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 انت بتتكلمي يا هاجر على جزء من الجمال الشكلي. الشكلي اللي هو ساعات بيكون اوفر في الشكل، زي ما يعني مش عايزين نقول اسامي فنانات مثلا، ممكن تكون من كتر جمالها انت بتحسي ان انت لو قعدتي جنبها عارفه اللي هي هتنور، يعني انت لو مسكتيها هتنور من كتر الجمال ده. وهي كمان لو تنكه يعني لو ما عندهاش ساعتها مش بتشوف الجمال ده جمال. يعني انت ساعتها لما بتشوف الشكل الجميل ده بتحس ان هو لوحه بتتنطط علينا، بس خلاص بتقفل منها من كتر ما هي اسلوبها بيقفلك منها. بلاستيك. يا استاذ خالد من فضلك ممكن اطلب طلب منكم؟ اتفضلي يا رب نقدر. حضرتك بتتكلموا في المواضيع دي برضو، بس ارجو ان انت تعملوا حلقه خاصه عن تظلمات الثانويه العامه. كانت موجودة معانا من كام يوم، عملنا فقرة عن الثانوية العامة. لا بس التظلمات انت كان معانا وزير التعليم السابق قبل كده مع أسماء مصطفى. في تظلمات حضرتك، في حاجات، في طلبة اتظلمت كتير وقدمنا طلبات، وفي يعني أنا ابني اتحرم من مادة مكتوب عليها لاغية، اتلغت مستحقاتش رغم إن ممكن كان يجيب منها 57،
رحت اقدم شكوى وكل حاجه يقول لي خلاص ده عشان نقطه. يعني هو ما حضرش الامتحان ولا الامتحان من الامتحانات اللي اتلغت وهو طب هو حضر الامتحان الجديد ولا لا الجديد؟ فهميني كده سريعا. لا لسه الدور الثاني هيجي بس هل انا اقدر ابني يتحرم من الامتحان ويخش امتحان ثاني ياخد نص الدرجه بس وكده يتاذي في درجاته؟ بس ده قانون ان هو دخل الدور الثاني فالدور الثاني هو درجه مهما كان درجه عاليه. هي بتتكلم ان الدور الاولاني كان ليه حق انه ياخد درجه. طب معلش فهميني سريعا هو ليه الدور الاولاني مكتوب عليه لاغي؟ هل من نقطه حبر وقعت على الورقه؟ نزلت على الورقه بتاعته فالمراقب قال له ان انت كده معلم اللي يعني في علامه مميزه. فالمراقب شد منه الورقه قال له خلاص انت كده حلو بالطريقه دي. هو ما كملش الاجابه اصلا في الورقه. إيه؟ ما كملش الامتحان يعني ما كملش الاجابه حتى لو كمل ملهاش علاقه. طيب بصي انا كده فهمت كويس يعني هو جاوب كل الاسئله مدام هاجر خد الورقه قطعها من ابني مدام هاجر افهم يعني هو حل الامتحان وخلص الثلاث ساعات بتوعه وجاوب كل الاسئله كان قاعد ربع ساعه قال له يا مستر اديني ورقه انا انقل الورقه ثانيه مرضيش رفض فطبعا الولد بيتكلم معاه راح المراقب شد الورقه منه قطعها فطبعا الولد صيام وما يعرفش حاجه وابني الوحيد ده وانا مربيه رب اولا حسن سيري والسلوك في المدرسه الحمد لله. طيب بص اقول لحضرتك حاجه يا مدام هاجر على فكره عاملين له محضر ان هو يعاني من حاله نفسيه وظلموه ان هو اللي قطع الورقه. طب ممكن تسيبي رقمك في الكنترول سيبي رقمك والشباب زمايلنا في الاعداد هيحاولوا ان هم يوصلوا الشكوى بتاعتك لوزاره التربيه والتعليم ولو يعني نقدر يكون في تحقيق سريع للواقعة دي لان هو من حقه فعلا لان هو اللي حصل سريعا ان هو نقطه حبر وقعت على الورق فقانونا طالما نقطه حبر وقعت على الورق معنى كده ان الورقه دي مميزه او عليها علامه مميزه وبرده هم معذوره يعني الوزاره يعني في الحاله دي هي معذوره بس كان اللائحه ولكن كان اعتقد انه كان ممكن ما دام اول ربع ساعه من الامتحان كنت اعتقد انه ممكن دي الورقه اجابه ثانيه الناحيه الانسانيه بقى عشان كده لو في اي استثناء فهنحاول كده نساعدك على قد ما نقدر سريعا ويعني جمله سريعه الحلاوه حلاوه الروح صحيح فكك من الدراسات اللي بتقول الست الحلوه هتاثر العمر اتجوز الست اللي تعجبك اللي هي حلوه من وجهه نظرك وتبقى انت شايفها ملكه جمال العالم وكل الستات هي ملكه جمال العالم في نظر ازواجها ونظر خطبها ونظر حبايبها يعني والجمال زي ما احنا برضو لما كانت متصله تقول جمال الطبع والاخلاق صح. لان ممكن تبقى واحده جميله شكلا ولكن انت ما تقدرش تستحملها طباعا وممكن يعني اصل الجمال الشكلي ده كده. مش بنتكلم عنه يعني الجمال الشكلي ده بتاع ربنا هو اللي خلقه وزي ما احنا كده بنشوف ان الميك اب بيغير والشعر ما بيتغير كل حاجه بتتغير ولكن هو الجمال اللي ما بيتغيرش هو جمال الروح والسماحه يعني لو حد بشوش كده الاعمار بيد الله الاعمار طبعا بيد الله فاصل ونرجع تاني اللي يحدث في مصر في نهار جديد هاشتاج نهار جديد ارقام التليفونات اللي موجوده كمان الفان بيج هي دي اللي بنتابع عليها كل المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها صباح الفل يا صباح الخير يا اللي معانا ولسه مكملين معاكم بفقرات نهار جديد وفقره بقى يحدث في مصر اللي هنعرف بيها بقى الاحداث اللي بتحصل في مصر ليوم الخميس 28 يوليو. اول خبر معانا النهارده بيلتقي السيد سامح شكري وزير الخارجيه بمقر وزاره الخارجيه اليوم مع نيكولاي ميلدينوف مبعوث الامم المتحده لعمليه السلام كما يلتقي بإيجور لوكس مرشح الجبل الاسود لمنصب سكرتير عام الامم المتحده كما يلتقي ايضا بوفد من مجموعه الصداقه مع مصر بالبرلمان البريطاني. كمان معانا خبر النهارده بتصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمها في قضية اتهام هشام جنينة بإذاعة أخبار كاذبة على نحو سيء أو نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر. كمان بتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة ثلاث متهمين بمحاولة تفجير مبنى حي الوراق. كمان بتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالإعدام غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة. كمان بيشارك رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور أحمد الأنصاري في فعاليات
المؤتمر السنوي الأول لطب الطوارئ المقام تحت عنوان المستجدات والتواصل في طب الطوارئ. كمان بتنطلق أعمال تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة من خلال التنسيق الإلكتروني بمعامل الحاسب الآلي بالجامعات. وزيرة الاستثمار الدكتورة داليا خرشت بتوقع في 7 مساء العقود النهائية ل 17 مشروع استثماري متنوع بتكلفة نحو 90 مليار جنيه بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ووزيري السياحة والتنمية المحلية بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح. كمان بيستضيف مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي في 7 مساء الكاتب الصحفي والقاص شريف صالح لقراءة وتوقيع ومناقشة مجموعة قصصية الجديدة اللي هو طبعا أصدرها بدفتر النائم أو تحت عنوان الدفتر النائم. كمان بتستضيف وكالة أنباء الشرق الأوسط في 7 مساء الفنان جمال عبد الناصر في ندوة فنية يتحدث فيها عن رؤيته لواقع السينما والدراما حاليا. كمان في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب تقام في 6 مساء ندوة بالتعاون مع وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية لمناقشة كتاب بين دارا والخميني استكشاف أزمة الهوية القومية في إيران. كمان بتختتم فعاليات معرض المنتجات الحرفية التقليدية لشباب المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة والذي استضافته وزارة الخارجية تحت شعار اشتري المصري. كمان بيختتم فعاليات برنامج إعداد المدير المحترف في تسويق الرياضي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة العديد من خبراء التسويق الرياضي العالميين والمصريين والعرب. كمان بينظم المجلس الأعلى للثقافة في 14 احتفالية بيوم الوفاء للمخرجين سمير العدل ومحمد سمير حسني بمقر المجلس الأعلى للثقافة. كمان الفنان إيمان البحر درويش بيحيي اليوم في 8 مساء حفل غنائي على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية ضمن حفلات المهرجان الصيفي بدار الأوبرا المصرية لهذا العام. كمان بتختتم فعاليات ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب الذي تستضيفه القاهرة. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بتنظم حفلا لتكريم الطالب أبانوب عادل الأول على الثانوية العامة للمكفوفين تحفيزا له على تفوقه في الثانوية العامة. كمان بتستضيف سقية الصاوي بالزمالك في 7 مساء حفلا للإنشاد الديني تحييه فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التوني على مسرح قاعة النهر بالسقية. كمان الفنانة أمنية حسن بتحيي في 7:30 مساء حفلا غنائيا على مسرح قاعة الحكمة بسقية الصاوي بالزمالك. قاعد بقى المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بالمنصورة في 11 صباحا بتستضيف فعاليات لقاء مهني لبحث كيفية الالتقاء بدور الخدمة الاجتماعية بهذه المرحلة. كمان فريق التمثيل بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة بيقدم في 6 مساء عرضا لمسرحية الوطن وأصحاب الفيل بحديقة القصر بالمنصورة. كده بتكون خلصت أحداث يحدث في مصر اللي يعني متنوعة بشكل كبير ما بين أحداث لوزارة الخارجية، وزارة الاستثمار، التعاون الدولي أو التضامن الاجتماعي وغيرها من الأحداث. كمان أحداث فنية في دار الأوبرا المصرية وسقية الصاوي. فيعني الحمد لله النهاردة أحداث يحدث في مصر أحداث مبشرة بالخير. نروح بقى نشوف يحدث، نروح نشوف الطقس النهاردة ونشوف بقى درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. معانا القاهرة 38-22، اسكندرية 32-23، الإسماعيلية 37-21، بورسعيد 28-24، السويس 37-22، كمان الغردقة 36-29، شرم الشيخ 35-29، مرسى مطروح 31-24، الأقصر 41-25، أسوان 42-27، الرياض 44-31، دبي 39-31، عمان 37-23، بيروت 28-22، تونس 32-23، أخيرا واشنطن
33 23 موسكو 28 18 لندن 13 باريس 21 15 روما 32 19 دي كانت ابرز يعني درجات الحراره سواء طبعا المحافظات المصريه او العواصم العربيه والاوروبيه والامريكيه اللي احنا دايما متعودين هنا في نهار جديد ان احنا نقدم لكم خدمه الطقس بشكل مستمر. نروح بقى نشوف نتفاعل بقى مع بعض عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عشان الناس ما تزعلش مننا وبتقعد تقول انتوا ما بتقروش الكومنتس. لا احنا هنبتدي بقى نقرا الكومنتس مع بعض. هنروح لصفحه نهار جديد. اول معانا يعني انا ممكن اقرا شويه كومنتس بس بعد كده هقرا الاسماء سريعا علشان نلحق بس نقرا اكبر قدر ممكن من الاسماء علشان الناس ما تزعلش. نور العرابي بيقول انا بحبكم جدا وعلى فكره الجزمه بتاعتك يا خالد حلوه جدا. مش مشا بتقول صباح الورد والياسمين الست الحلوه بتحلي كل حاجه في الدنيا بس المهم ان يكون في ثقه والمفروض انه يحمد ربنا لان الله جميل ويحب الجمال. وطبعا احنا متفقين يا مشمشة ان الجمال مش جمال الشكل فقط ولكن كمان جمال الروح اخلاق الطباع. ده كمان يعني جمال الشكل ده بتاع ربنا هو اللي خلقه فيعني اكيد ربنا مش بيخلق حاجة وحشة ولكن ربنا دايما بيخلق الحاجة الحلوة وبيحسن خلقه ولكن وخلقه ولكن كمان الاخلاق بقى هي اللي احنا بنكتسبها من بعض وبنكتسبها في التربية بنكتسبها كمان من تعاملاتنا مع بعض فهو ده المهم. كنا عايزين بس يعني ننوه عن حاجة او نتكلم في حاجة. كنا احنا في شهر رمضان كان جات لنا شكوى ومداخلة من احد اولياء الامور عن ان في مدرسة رويال بيراميدز دي موجودة في حدائق الاهرام. كانت المدرسة دي فوجئ اولياء الامور ان الطلبة موجودة في مقر مدرسة واسمائهم اتحولت في مدرسة تانية وحصل كده نوع من انواع اللخبطة في الاسماء وان الطلبة في الاخر اكتشفت نفسها ان هي المفروض ان اسمها في مدرسة هم ما يعرفوش على مدار الاربع سنين ان ده حصل وهم المفروض بيمتحنوا في مكان تاني. وطبعا كنا ساعتها يعني كانت معانا ولية الامر على الهواء مباشرة وساعتها وصلناها كانت برضو على الهواء مباشرة بالاستاذة بثينة كشك مدير ادارة تعليمية بالجيزة وكان المفروض ان الاستاذة بثينة كشك ان وعدت ان هيبقى في لقاء او دعت الاولياء الامور لمكتبها علشان البحث في هذه المشكلة. ولكن لقينا بعد كده طبعا لقينا يعني عدد كبير من اولياء الامور تواصل معنا وقال لنا بما ان نهار جديد هو اللي تبنى هذه المشكله في البدايه تواصل معنا وقال ان حتى الان لم يعني تحل هذه المشكله بل بالعكس تفاقمت. احنا هيكون معنا مداخله تليفونيه مع احد اولياء الامور علشان يقول لنا المشكله وصلت غايه فين وتعامل وزاره التعليم معاهم عامل ازاي. هنشوف معانا الاستاذ ايهاب رجب احد اولياء الامور. صباح الفل على حضرتك ونهارك جديد. صباح الخير يا فندم. كنا عايزين نعرف بقى من حضرتك المشكله وصلت لغايه فين وتفاقمت ازاي. بص حضرتك هي طبعا حضرتك قلت كده بالظبط ان في مشكله ل 501 طالب في المدرسه ان هم كانوا متسجلين في المدرسه بس على متسجلين في مدارس ثانيه بس كانوا بيحضروا في المدرسه بتاعت رويال طول الاربع سنين اللي فاتوا. تمام. مدرسه رويال ايه؟ رويال بيراميدز زي ما انا قلت. رويال بيراميدز. تمام يا فندم. المشكله كلها ابتدينا نشوف ابعادها ايه لغايه ما وصلنا لغايه الدكتور ابو سنه زي ما حضرتك قلت كده. يعني بعد المداخله التليفونيه اللي كانت في رمضان ووعدت الاستاذه بثينة كشك انها هتدعوكم لمكتبها، ايه اللي تم بعديها؟ اللي تم يا فندم ان هم ما عملوش اي حاجه خالص في المديريه بل دول كانوا بيقولوا لنا روحوا اسحبوا اوراقكم وانقلوا اولادكم احنا هنقفل المدرسه. ودي طبعا ما بتحصلش ان مدرسه تتقفل ما فيهاش اي مشكله غير كثافه. المشكله في المدرسه كثافه بس. ودي موجوده في اغلب مدارس مصر ودي قالها السيد الوزير وقالها محافظ الجيزه ان مدارس مصر مليانه كثافات. اشمعنى مدرسه رويال بالذات ودي قالتها استاذة سماح في التعليم الخاص في المديريه قالت باللفظ كده على مديره المدرسه اللي كانت موجوده هناك هي قاعده لغايه دلوقتي بتعمل ايه؟ يعني ايه قاعده لغايه دلوقتي بتعمل ايه؟ في لجنه موجوده هناك من المديريه اشراف مالي واداري. مدير مدرسه موجود ما هوش موجود احنا مالناش فيه، احنا لينا في الطلبه،
انتوا في تعامل بينكم وبين اداره المدرسه اللي موجوده، الطلبه مالهم؟ لغايه النهارده مفيش حد عايز يحل الموضوع. رحنا عملنا وقفتين عند الوزاره ما حدش عمل حاجه خالص معانا. الطلبه دول في منهم طلاب يعني الاعمار ايه يعني او المراحل التعليميه ايه؟ من اول سنه اولى ابتدائي لغايه في ناس ثانوي. طب ودلوقتي المفروض ان احنا يعني في اجازه دلوقتي، ولكن خلاص يعني شهرين في شهر 9 او 10 بالكتير هيبقى في عام دراسي جديد. تمام. يعني التعامل ايه يعني؟ الوزاره كانت ردها ايه لما انت قلت لها كده؟ تمام يا فندم، احنا عملنا شكوى في الوزاره قلنا لهم عن الموضوع. استاذ بشير الحسن طلع في مداخله تلفزيونيه مع دكتور حمدي السيسي لان هو متبني الموضوع من اوله معانا، وقال له ان المشكله ان في بالظبط كده كانت في احد القنوات في 876 طالب، خلي بالك حضرتك من الرقم، دول موجودين في مدارس ثانيه وعلى قوه المدرسه دي، واحنا بنحاول نحل المشكله. جه بعدها تاني في مداخله تانيه معايا انا بالذات كلمته قال لي دول 1000 طالب، الرقم اتغير، واحنا سكننا 400 وفاضل 600. سكنت ايه؟ ما احنا متابعين المدرسه ومتابعين كل حاجه، انتوا ليه بتتوهونا؟ راحت لجنه من الابنيه التعليميه. مش انتوا المفروض عددكم في الاول 500 وحاجه صح؟ 501 يا فندم. 501. طب الرقم بقى 800 ازاي وبقى 1000 ازاي يعني؟ لا كمان حاجه ثانيه يا فندم، تم تحويل 55 طالب، وصلوا دلوقتي حوالي 100 طالب، دول مشوا خلاص. زائد الاداره التعليميه بتعاقب المدرسه في 112 طالب مش هيخشوا السنه دي، ادي الرقم بيقل يعني الكثافه بتقل. في الثانويه العامه في 120 طالب هيمشوا، يعني بنتكلم ان فاضل 169 طالب بس الكثافه. انتوا بتعملوا كده ليه؟ بتعملوا في الطلبه لغايه دلوقتي ليه؟ ما فيش حد عارف يتفسح، ما حدش عارف ياخد اجازه، رمضان كله اخذناه ما بين المديريه وما بين الوزاره، ما حدش بيحل حاجه، جت لجنه من الابنيه التعليميه عشان تشوف المبنى اللي موجود في المدرسه الجديد اللي معمول، في مبنى ملحق للمبنى اللي موجود دلوقتي، المبنيين لازقين في بعض، مش مبنى جديد. طب عايز اسال حضرتك سؤال، حضرتك عندك ولد ولا بنت اللي في المشكله دي؟ انا في ثلاثة. ثلاثة. طيب الثلاثة التلات ولاد دلوقتي لما تم تحويلهم في البداية المدرسة هي اللي حولت من غير طبعا ما تستأذنكم زي ما قالت ولية الأمر معانا قبل كده في رمضان؟ المدرسة في هي اللي شاركت في ده. ده طبيعي في الأول خالص المدرسة شاركت في الموضوع ده، وأنا على أساس إن هما في عندهم مبنى كامل فيه أربع خمس أدوار أو أربع أدوار، وفي 17 فصل ما اشتغلوش، 17 فصل دول لو اتفتحوا زي ما الابنيه التعليميه قالوا ان هم مدين لهم الفصول دي. طب انا معلش يا استاذ ايهاب عايز اركز على نقطه معينه، لما قالت هنا الاستاذه بثينه كشك ان هيبقى في اجتماع، حتى الدعوه بتاعتها كانت الدعوه اللي هو ثاني يوم يجوا لي المكتب، حصل هذا الاجتماع؟ يعني الاجتماع ده يعني عقد بالفعل بين اولياء الامور الاستاذه بثينه كشك ولم يعقد اصلا الاجتماع؟ لم يعقد يا فندم اصلا. رحنا انتوا رحتوا؟ رحنا احنا بناء على هذه الدعوه اللي كانت هنا في نهار جديد يا فندم. احنا رحنا اول مره دكتوره اسامه ما كانتش موجوده في المكتب، كان عندها لجنه بره او حاجه كده. قابلنا الاستاذ محمد كمال وكيل المديريه وقال طب ما حاولتوش تقعدوا تاني مع الاستاذه بثينه؟ ما حاولتوش تروحوا لها تاني؟ يا فندم رحنا لها مره يا فندم، كان بعد ما رحنا قعدنا في الوزاره وعملنا مشكله هناك وكتبنا مذكره بكل الحاجه المشكله بتاعتنا ونزلنا على المديريه، قابلنا الدكتوره قالت لنا يا سلام على بالظبط كده على خطوه رجليكو، الوزير بعت موافقه بالموضوع فعلا يا فندم، قالت والكمان الكي جي وهيتقبل وكل اللي داخل كمان هيتقبل. طب استاذ ايهاب رجب ممكن بس حضرتك يعني تنتظر معانا عشان دلوقتي هيبقى معانا الاستاذه بثينه كشك مدير اداره التربيه والتعليم بالجيزه. صباح الخير على حضرتك يا فندم ونهارك جديد. صباح الخير. طبعا نهاركم ابيض على مصر كلها يا رب. حضرتك طبعا حضرتك سمعتي اكيد مداخله الاستاذ ايهاب رجب.
هو انا ما سمعتهاش. هو الاعداد قال لي عن المشكله. طيب هو دلوقتي الاستاذ ايهاب بيقول ان مشكله رويال بيراميد هي مشكله كبيره. طيب اقول لحضرتك بس الاستاذ ايهاب ايه علشان حضرتك يعني يبقى حضرتك طبعا حق الرد. كان الاستاذ ايهاب بيقول ان طبعا حضرتك ان حضرتك يعني بعد المكالمه اللي تمت هنا في نهار جديد ان هو حضرتك تم يعني حضرتك دعيتيهم في مكتب حضرتك للاجتماع. قال ان الاجتماع ده ما تمش حتى الان، وان يعني دايما يعني ان حضرتك مشغوله، وكان لسه بيقول ان حضرتك قلت ان الوزارة بينها وبين الموضوع خطوة. يعني رد بقى حضرتك. طيب اولا مع احترام الاستاذ ايهاب ما حصلش اللي بيقوله، لان انا اجتمعت باكتر من ولي امر لريال بيراميد على اكتر من مرة. يعني انا اجتمعت لا يقل عن 4 مرات باولياء امور مختلفين من ريال بيراميد، وكل مجموعة فيهم ليها مشكلة غير التانية، لكن الموضوع كله اساسه واحد. بمعنى مع احترام الاستاذ ايهاب ما حصلش، لا ده انا اجتمعت بالناس، ومره كان الاجتماع الساعه 9 بالليل، يعني في بعض اولياء امور كمان استنيتهم في المكتب لسه 9 بالليل. ده مبدئيا. عموما هو عارف كويس قوي ان انا حاولت احل الموضوع. معالي الوزير بنفسه حاول يحل الموضوع ويجد ثغره، لدرجه ان هو بعث لجنه من الوزاره للمدرسه عشان تجد ثغره او حل، بحيث ان احنا نسيب الولاد جوه المدرسه، لكن ما امكنش لان الموضوع كبير. الموضوع ان حصل نصب على اولياء الامور. بمعنى ايه؟ من مين؟ ان اولياء الامور راحوا دفعوا المصاريف في مدرسه رويال بيراميد وعلى ان ولادهم مسجلين في المدرسه، لكن المدرسه خدت المصاريف وخدت اسماء الولاد بكشوفهم بملفاتهم وودتهم سجلتهم في مدارس اخرى غيرها علشان الكثافه. طيب في المدرسه عادي. طيب طب يعني دور وزاره التربيه والتعليم فين يا فندم؟ دور أنواع من اولياء الامور. طيب خلاص المدرسه من اولياء الامور ولادهم مسجلين في المدرسه فعلا وخلاص، واصبح دول ما فيهمش مشكله لان ولادهم هيفضلوا جوه المدرسه. طب استاذه ابو سعيد مسجلين في سجلات القيد. خلاص هي المدرسه رغم الكثافه عاليه. فين محاسبه المدرسه وحل مشكله الولاد؟ يعني دور نعم. وزاره يعني دلوقتي هكمل لحضرتك بقى دور الوزاره. هكمل بس لحضرتك يعني عشان الامور تبقى واضحه والموضوع يبقى معروف. اتفضل. النوع الثاني من اولياء الامور ولادهم مسجلين في 3 مدارس اخرى غير المدرسه. عندي بقى 500 طالب وهي دي المشكله. اتضح انهم مش مسجلين اصلا في اي مدرسه نهائي، مش موجودين في سجلات القيد، فاصبح مخالفه ليس يعني مخالفه نيابه عامه وسجن ملهاش حل تاني. طب ودور الوزاره بقى يعني؟ المدرسه ده كان بيحصل من السنين اللي فاتت زي ما معالي الوزير قال، المدارس اللي ما كانش فيه عليها رقابه. لكن احنا اكتشفنا ده دلوقتي لان المدارس بقى عليها رقابه عشان مش مولي الامر من النص. المدرسه اتحطت تحت الاشراف المالي والاداري، الموضوع متحول لنيابه عامه، وحصل فيه فعلا يعني اتخاذ اجراءات من النيابه العامه وكان فيه سجن وكده، فكل الاجراءات والمحاسبه الان بعد اكتشاف المخالفه تمام اتخذت. طيب دلوقتي الاجراءات اللي هتتم عشان مستقبل الولاد عايزين يحطوا ولادهم جوه مدرسه رويال بيراميد. طب هما دلوقتي الحل ايه يا فندم؟ طب يقعدوا فين؟ اذا ما كانش مكان اصلا في المدرسه جوه المدرسه. بس حضرتك يعني ثانيه، في مبنى. نعم. يعني عايز اقول لحضرتك بس يعني دور الوزاره دلوقتي خلاص المدرسه زي ما حضرتك قلتي نصبت وضحكت على اولياء الامور، وفي مدرسه المدرسه ودت اسماء في مدرسه ثانيه حصل مشاكل، فين بقى الوزاره عشان نحل المشكله علشان خاطر مستقبل الولاد، خاصه انه خلاص فاضل شهرين وهيبقى في عام دراسي جديد، فين دور الوزاره اللي يبقى في رد قاطع من الوزاره لحل المشكله؟ يا استاذه اتفضلي. الوزاره قالت الطلبه اللي مقيدين على المدارس الاخرى هيفضلوا مقيدين على المدارس الاخرى، اي ولي امر عايز يحول ابنه لاي مدرسه اخرى احنا اللي هنخلص له طلب التحويل لمدارس اخرى رسميه مسجله مرخصه. اما ان احنا يتلوي دراع الوزاره او المديريه ان الطلبه تفضل جوه المدرسه رغم ان الكثافه اعلى ب 1000 طالب، ده مستحيل يحصل. هو يا استاذه الدكتور بوسينه هو مش لوي دراع. دكتور بوسينه هو صاحب المدرسه. يا دكتور بوسينه هو مش لوي دراع. صاحب المدرسه هيلوي دراع الوزاره او المديريه؟ انا كمديريه انا شفت الوزاره من ولادي يفضلوا في المدرسه. طيب هو مش لوي دراع يا دكتور بوسينه. انا النهارده حطيت ابني في مدرسه، انا عايزه ابني يبقى في المدرسه دي علشان خاطر التوزيع الجغرافي ان المدرسه جنب البيت، انا اخترت ان ابني يخش المدرسه دي، ان المدرسه نصبت، ان المدرسه حصل فيها مشكله. طب انا استاذ ايهاب ده بيرد على حضرتك. طب المدرسه وليهم اماكن كان صاحب المدرسه وداهم مدارس ثانيه. طب استاذ ولي الامر. طب استاذ ايهاب طب احد اولياء الامور استاذ هيقعدوا فين؟ طيب دكتور بوسينه اتفضل. استاذ ايهاب مع دكتور بوسينه اتفضل.
اولا يا دكتور بشكر حضرتك، احنا فعلا حضرنا مع حضرتك مره، قلت حضرتك في اللجنه اللي انت قلتها دلوقتي، قلت ان الوزير لا ثانيه واحده استاذ هيب، حضرتك قلت لي في البدايه عشان برضو حقا الرد ان اصلا الدكتوره بوسينا ما قعدتش معاكم، دلوقتي حضرتك قلت انها قعدت. لحظه حضرتك اتفضل برضو نروح دكتوره بوسينا كانت ما كانتش موجوده في مكتبها، رحنا مره ثانيه قالت لنا باللفظ على خطى رجليكو الوزير وافق على ان الولاد يفضلوا موجودين في يعني المدرسه، يعني قعدت معاكم ساعه واحده. ايوه يا فندم، انا قلت لحضرتك الكلام ده قبل الدكتوره موسى، ما تخش بس. اوكي ماشي. قعدت معانا الساعه واحده، قالت لنا على خطى رجليكو باللفظ كده الوزير وافق على الموضوع، وانا في حد من عندي رايح يجيب المذكره بتاعت الموافقه او القرار. جينا روح مشينا الساعه، قلنا الوزير ما وافقش، ده بقى اللي خلانا نصعد الموضوع. بالنسبه لموضوع حضرتك دلوقتي قلت ان هم 500 طالب، من ورجعت تاني قلت ان هم 1000 طالب، لا يا فندم مش 1000، هم 501 طالب، مش منهم 45 وصلوا 100 دلوقتي بالظبط. اللي ما لهمش اماكن نهائي. اللي ما لهمش اماكن نهائي. طب استاذ ايهاب نسمع تعليق الدكتوره بوسينا، استاذ ايهاب عشان نسمع بعض. نسمع بس تعليق الاستاذه بوسينا، اتفضل. في حاجه مهمه بس، في مبنى كامل يا فندم واخد في موافقه من الابنيه التعليميه ان هو يتعمل، المبنى ده موجود فيه 17 فصل مقفولين وجاهزين. طيب عشان احنا بس عندنا ميعاد موجز، عايزين نسمع بس تعليق الدكتوره بوسينا، واحنا هنتابع معاكم المشكله دي لغايه طبعا احنا في الاول وفي الاخر يفرق معانا مستقبل الولاد، فاحنا تعليق الدكتوره بوسينا اتفضلي سريعا. المبنى ده اللي كان امل عندنا وامل للوزاره ان المبنى ده نقدر ندخل فيه عدد من الطلاب، طلع المبنى غير مرخص وغير امن على الطلاب. هل هنتبع اساليب اخرى؟ احنا قلنا للراجل روح ادفع اللي عليك ورخص المبنى وناشد الحي عشان نقدر ندخل فيه الطلاب. حضرتك معايا، احنا ما نقدرش يعني نتبع حاجه مخالفه، كلنا صعبانين علينا الطلاب كلنا، وهم عارفين ان انا يعني متعاطفه معاهم جدا وعارفه انهم ضحايا، لكن هل هنرتكب خطا؟ هل هنساعد على استمرار فساد؟ صاحب المدرسه يتحرك لدرجه ان احنا قلنا له مرفعه قضيه على صاحب المدرسه، لازم يتحرك ويحل طيب مشاكله ويرخص مبناه ويدفع الفلوس اللي عليه. طيب دكتوره بوسينا ضيقا للوقت، ضيقا للوقت، احنا خايفين على الاولاد اكتر من اولياء الامر. طيب احنا دعوه، احنا مننا دكتوره بوسينا ضيقا للوقت، احنا بس عشان خاطر عندنا موجز، احنا بندعو حضرتك على الهواء مباشره ان حضرتك يعني تشرفينا هنا في نهار جديد علشان نبحث بشكل تفصيلي في هذه المشكله، لان زي ما احنا اتفقنا كده والحمد لله يعني وصلنا لارض مشتركه ان يعني مستقبل الاولاد هو اللي هيفرق معانا، فاحنا طبعا مع الكنترول ومع زمايلي في الاعداد ان احنا هننسق مع حضرتك لقاء على الهواء مباشرة ونطلب من حد تشرفينا هنا على الهواء مباشرة في نهار جديد لبحث هذه المشكلات ومشكلات يعني التربية والتعليم بشكل عام.